تجربة من خلالها تقدر تكتشف نفسك أنه أنت منتظر حقيقي للإمام المهدي لو بس كلام. لو ظهر إمامنا المهدي عجل الله فرجه واللي دلت عليه الروايات والعلامات الأكيدة وطلب هذه الأمور، راح تقدر تنفذها أو لا؟ أولاً لو طلب منك وقال لك اترك المرجع اللي تقلده أنت وهو على باطل، راح تقدر تتركه لو ترفض هذا الشيء في سبيل ارتباطك بهذا المرجع. لو قال لك أنه القيادة الديني أو السياسي اللي أنت تتبعه على باطل ومصيره إلى جهنم، راح تصدق بالإمام لو تكذب الإمام في سبيل علاقتك الودية بهذا القيادة. لو كان من أنصار الإمام أقوام أنت ما تطيقهم لسبب أو آخر، راح تصدق بالإمام لو تقول خلصوا أنصار الإمام إلا من هذول، تشكك بمصداقية الإمام ودرايته. لو أمر الإمام المهدي بإلغاء الاختلاط المحرم للرجال والنساء كالحفلات والمنتديات وقد تصل إلى الجامعات، راح تقبل بهذا الشيء لو تقول أنه الإمام ضد الحريات. كل هذه الأمور قيسها ويا نفسك مو على غيرك، شوف نفسك منتظر حقيقي لو بس كلام. وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين.